دور في احاسيس كده جامده قوي ومشاعر. بيجي لي اعمال كتير ما فيهاش تمثيل فمش عايز اعملها. انا المحور اللي بتدور عليه الحدوته، لكن دي لا دي شهرانيه وبقدم حاجه انا ما قدمتهاش قبل كده. احنا كبني ادمين عايشين حياتنا كلها في غموض. استاذ نهال عنبر منورانا النهارده في وشيا. بدايه ايه الغموض اللي نهال عنبر عاملاه النهارده معانا؟ هو غموض. بص انا طبعا انا طالعه خالد الهام عبد البديع، وطبعا ده اخراج الاستاذ حسام سلامه وتاليف استاذ فتحي الجندي، لسه خلصت معاهم جبل الحريم. الدور هنا دور جميل جدا ودور فيه احاسيس كده جامده قوي ومشاعر يعني تمثيل بذمه. فطبعا التمثيل بذمه ده يعني خلاني فرحانه بالدور وانبسطت منه قوي، وقلت ان شاء الله اشارك فيه وانبسطت منه. اكتر حاجه شدتك في ايه بقى؟ تمثيل، بمثل انا يعني بطلع مشاعر واحاسيس رهيبه، فدي حاجه حلوه. شخصيه فيها تويست، فيها تمثيل، فانا كنت دايما بطلع في لقاءات البرامج بقول انا مش بيجي لي اعمال كتير ما فيهاش تمثيل فمش عايز اعملها. مش عايز تواجد وخلاص، اصبحت ما بدورش على التواجد خلاص، بدور على العمل الفني الحقيقي. في حد لابس ماسك طول الوقت عامل دور وبعدين بعد كده بيبان على حقيقته، فانا عجبني بقى التويست ان انا اخد التجربه دي ان شاء الله، واتمنى ان هي توصل للناس بكل احساس. يعني دورك مع مين في المسلسل بشكل رئيسي وشخصيتك مختلفة عن إيه عن جبل الحريم؟ دوري يعني مع كل الناس. أنا المحور اللي بتدور عليه الحدوتة من الحلقة الأولى، اللي بيحصل كم موقف معاها فتبتدي تقلق وتشك في كل اللي موجودين في المسلسل طول الوقت، حتى لو مش موجودة تلاقيهم بيتكلموا عليا، وأنا بحب النوع ده من الأدوار. مش فارق معايا عدد المشاهد خالص قد ما فارق معايا ان لو انا مش موجوده انت عارف هنا هي فين وبيقولوا ايه وتفتكر بيقولوا كده ليه. دور مختلف، شخصيه صعبه جدا، شخصيه شويه تحسها بريئه ولطيفه، شويه تحسها تالت قتله، وشويه تحسها بتنتقم، وشويه بتحب، فتبقاش عارف طب هي طبيعيه اصلا ولا مش طبيعيه. ايه الغموض اللي انت فيه؟ هو غموض فعلا، والشخصيه كمان انا اول مره، يعني الاول مره هعمل شخصيه شريره اول مره، فانا سعيده جدا جدا بمي، الشخصيه اسمها مي، وسعيده بالمسلسل جدا، وسعيده بكل كرو اللي شغالين مع بعض، كل كرو لذيذ قوي قوي قوي. رنا كان شخصيتك دي بشوف فيها تشابه شويه مع اخر كليب انت منزلاه، يعني عامله عبيطه، بس عامله عبيطه، مش شريره ولا حاجه، هي فاهمه الناس بس عامله نفسها مش فاهمه، لكن دي لا دي شهرانيه. مسلسل يعني احداثه مش عايزه اتكلم عنها علشان هو ممنوع نتكلم، بس هو اسم على مسمى، هو فيه غموض كتير قوي وقصه بجد جديده وهتعجب الجمهور قوي لان فيها حاجات مختلفه ما ظهرتش على الشاشه قبل كده. دورك مع مين بقى بشكل رئيسي؟ شايف ابطال كتير قوي، انت مع مين بالظبط؟ هو انا دوري مع كذا ممثل بس، وكمان هنخش اللوكيشن الرئيسي ان شاء الله باذن الله. هي شخصيه هاله، شخصيه يعني انا مش عايزه اتكلم عنها يعني كتير، لان هي انا بقدم لكم، انا اوعدك ان انا بقدم لك حاجه مختلفه، وبقدم حاجه انا ما قدمتهاش قبل كده. نعمل مسلسل حلو هنا في جميع الألوان، في كوميدي، في سسبنس، في جريمة، في تحقيق، في جزء كبير أوي، معظمهم أصدقاء وحبايبي وبقعد معاهم كل يوم. إن شاء الله نعمل حاجة حلوة ولطيفة يعني إن شاء الله. دوري أنا بعمل دور سهر، هي شخصية توكسيد شوية، يمكن ليها تصرفات ممكن البعض ان هو يستغربها شويه، لكن مع الحلقات يمكن تتعاطفوا معاها شويه، لان هي اكيد في حاجات اجتماعيه هي عاشتها وعوامل خارجيه خلت الشخصيه دي مش طبيعيه. غموض عمل درامي هيهم كل بيت مصري وعربي، علشان احنا بنخاطب بيه كل الاعمار. فغموض هو احنا كبني ادمين عايشين حياتنا كلها في غموض، محدش عارف بيعمل ايه فين ليه. ستايل بتاع المسلسل ان هو كمان من الحاجات السسبنس، فالسسبنس ده اكتر حاجه تخلي المشاهد مستمتع بالفرجه على اي عمل درامي او سينما.